فطاحلة الشعر الشعبي بالجلفة التقوا ببلدية دار الشوخ لحضور الملتقى الوطني الأول للشعر الشعبي. عادل مكاوي أصغر شاعر في التظاهرة قطع مسافة أكثر من 150 كيلومتر للمشاركة في هذه التظاهرة. بديت الشعر هذا من حوالي 4 سنوات 5 سنوات الملتقيات، رانا نمشوا ملتقيات ولاقين أهمية في هذه الملتقيات وتعارف المناطق هذه في بعضها بعض، والحمد لله يا ربي. هذا الشاب عشق الشعر منذ نعومة أظافره، فالشعر الشعبي سار في عروقه كمجرى الدم. المجال هذا اخترته لأن حياتي أنا تسمح لي باش نختار الشعر الملحون، لأن الأهل في البادية والقاشي في البادية ونتجول ونمشي قاعد تراسخ الأمور تاع البداوة في أذهاننا، لأن نحبوها تراثنا وأصالتنا هذه. هذه التظاهرة تعتبر الأولى من نوعها بدار الشوخ، فكانت قبلة للشعراء من أقصى بلدية الولاية. خط العمل الثقافي يأتي أولا في تكوين المجلس البلدي للثقافة الذي أنشئ مؤخرا، وتندرج ضمنه جميع فعاليات المجتمع المدني وخاصة الجمعيات الثقافية. هي فكرة عندها كفكرة عندها تقريبا سنتين، وتجسدت بمشاركة جمعية ناس الخير دار الشيوخ وموقع أخبار دار الشيوخ وبرعاية بلدية دار الشيوخ. جائزة كبرى قرر المشرفون على التظاهرة تنظيمها سهرة رمضان المقبل قصد تشجيع الشباب على هذا النوع من الشعر الذي لم يعد محصورا على الكبار فقط.